عايزه ايه وعاملين ايه؟ وحشني قوي بقالي كتير قوي ما شفتكوش. احنا النهارده في كايرو فاشن فيستيفال سبونسرد باي التيميت فاشن وير وسوق فاشن. هنشوف فاشن شو، هنشوف بازار واكشن كتير قوي. يلا نخش نشوف ايه اللي موجود. هاي سيرين، ازيك؟ عامله ايه؟ ممكن تحكي لنا شويه عن براند تاش بتاعكو، وعايزين يعني كان ليه ابتديتوا تاش، وعايزين تودوه لفين، ومبسوطين بيه دلوقتي ولا شايفين ممكن نروح لفين؟ بصي، احنا ابتدينا من 3 سنين تقريبا، كان صيف من 3 سنين، عملنا غويشه مكتوب عليها انت عمري، كانت بس تيست عشان نشوف يعني ردود فعل الناس ايه. اكشلي مشيت كويس قوي وعجبت الناس قوي، فشويه شويه ابتدينا نعمل، يعني جينا افكار فنعمل حاجات زياده 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 لحد لما عملنا كولكشن كامله. طبعا انت كل ما بتعملي وناس يعجبها بتتشجعي اكتر، فابتدينا زودنا حاجات والكولكشنز كبرت، وابتدت بقى الناس تكونتاكتس من المحلات، فابتدينا نحط، حطينا اول حاجه ستايل تريجر، وبعد كده حطينا في منايا وعصفور النيل. شويه شويه ابتدوا بقى ناس من بره، like مثلا من قطر، حد من دبي برضو. طب وكمان انا شفت انه كنت تبتدوا تعملوا شنط اند ستاف تو، صح؟ yeah. وعايزين يعني تبتدوا تعملوا لبس يمكن، ولا لا لا لا. احنا هو اكسسوري، اني ثينج ذات وود اكسسوريز الشخص، يعني شنطه، جولري، سكارفز، بس مش هدوم، لا بره الهدوم خالص. ثانك يو فيري ماتش، ومبروك، ويو هاف ا جريت كولكشن. ثانك يو. معايا كارما زينة من صحارى كولكشن. Can you tell me a bit about ابتديتوا ازاي؟ ايه اللي خلاكوا تقرروا انه تبتدوا فاشن لاين مع بعض؟ احنا كنا دايما عاوزين نعمل براند مصري بانتاج مصري، وكل حاجه تبقى مصريه عشان نطور الانتاج المصري. وكنا فكرنا في حاجه تبقى سعرها مناسب، وفي نفس الوقت ماشيه مع الفاشن ومع الستايل، وفي نفس الوقت تبقى مريحه. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ele اللي بيخلي شيرين مختلف عن الديزاينرز التانيين اللي موجودين هنا في مصر؟ افتكر انا بعرف اميكس، يعني يا متعودين على بلين دارك ما فيهوش اي حاجه، ساده شارب قوي، وده اللي هو الشيك وكده، يا شغل قوي يا وبيبقى ايه للبلدي، يا مثلا يعني انا حاسه ان انا ميكستشر ما بين كولرز فانكي وما بين شيك، وان هو ممكن تلبسي حاجه، ممكن تلبسيها الصبح وممكن تلبسيها بالليل في نفس الوقت، على حسب how you accessorize it. You will not go hard at each other like we're going to war. You will not go rough. We keep throwing things and slamming the doors. You will not get so damn dysfunctional. We start keeping score. You will not get sick. Yeah, I know that we can't do this no more. But baby, there you go again, there you go again. Using my head, letting it all go. Ooh,
to die.